احنا عمرنا ما اتضايقنا من اي حد غريب بيجي القصير، دايما بنضحك في وش اي حد بيجي لنا وبنستقبلهم وبنفتح لهم بيوتنا، ودي عادة اهل القصير اللي احنا اتربينا وسطهم. القصير دي تحب الناس كلها. ناس كتير ما تعرفش القصير، وان القصير دي اقدم مدينة في المحافظة وعمرها 5000 سنة، وما زال موجود فيها اول بيت اتبنى في المدينة ولسه اهله عايشين فيه. مع بداية القرن العشرين وصل هنا مجموعة طلاينة من مدينة اسمها أجوردو في إيطاليا، ودول كانوا متخصصين في التعدين وافتتحوا شركة الفسفات هنا، الشركة لاستخراج خام الفسفات، وكان فيه 22 منجم، وده عمل إعادة إحياء للميناء القديم بعد ما كان مغلق، وعمل حركة رواج اقتصادي مميزة في المدينة. أنا علي سيد، مدرس لغة عربية وأحد مؤسسين جمعية رؤية بالقصير. من بداية ما اشتغلنا في جمعية رؤية من 2007 وأنا بسافر كتير عشان أحضر اجتماعات أو ورش أو تدريبات في القاهرة واسكندرية، وده بيكون سفر بالتسع ساعات والاتناشر ساعة نظراً لمحدودية وسائل المواصلات في القصير، وده بيكون سبب أن أنا بحاول أنقل ثقافة المدن التانية زي القاهرة واسكندرية في القصير هنا، وفي نفس الوقت بحاول ان انا انقل برضو ثقافة القصير للمدن البعيدة عن القصير، وان اهل المدن دي بيبقوا عارفين برضو ان في مدينة اسمها القصير وليها تاريخ وليها قيمة تاريخية. جمعية رؤية جمعية شبابية، هدفنا الاساسي هو نشر ثقافة التطوع في المدينة، وده بيحصل من خلال أنشطة متعددة بنعملها في مجالات متعددة زي مجال الحفاظ على البيئة ومجال الحفاظ على التراث. احنا هدفنا في الجمعية ان احنا نوعي الناس بأهمية المدينة وقيمتها التاريخية، ونفسنا ان جودة التعليم في المدينة تكون افضل من كده. من ضمن الأنشطة اللي بتنظمها جمعية رؤية حملات النظافة والتوعية البيئية، عشان كده كل فترة بننزل ننظف البحر اللي بيعتبر جزء كبير من حياتنا هنا في القصير. أنا نفسي الناس كلها تعرف القصير وتزورها، ما تبقاش مدينة مغلقة على أهلها بس.